موجز أخباري من قناة طلبة، أهلا بكم. أفاد المركز الإعلامي لعمليات البنيان المرصوص بأن قوات العملية بدأت هجوما على مواقع لمجموعات تنظيم الدولة وسط سرت. المركز أوضح أن هجوما تشنه قوات البنيان في عدة محاور، مضيفا أن اتصالا فقد بطائرة تتبع غرفة عمليات الطوارئ في سلاح الجو، في حين تجدر الإشارة إلى أن قوات عمليات البنيان المرصوص أعلنت في وقت سابق تحرير منطقة مجمع الفنادق وكامل حي الدولار. أفاد مصدر من مجلس شورى ثوار بنغازي بوجود هدوء في محاور قتال المدينة. المصدر أوضح أن محاور قتال بنغازي ولليوم الثاني على التوالي تشهد هدوءا وتوقفا للاشتباكات، في حين تجدر الإشارة إلى أن ميليشيات حفتر استهدفت في اليومين الماضيين بالمدفعية الثقيلة مناطق سيطرة مجلس شورى ثوار بنغازي. في درنا، حيث استلمت مفوضية كشاف المدينة 4 جثث مجهولة الهوية من مجلس شورى درنا، يعتقد أنها لعناصر من ميليشيات حفتر سقطوا في اشتباكات الظهر الحمر. المكتب الإعلامي للمفوضية قال أنه تم دفن الجثث بعد استلامها من مستشفى الهريش بالمدينة عقب اتخاذ الهلال الأحمر فرع درنا الإجراءات اللازمة، وتم تسجيلها تحت بند مجهولة الهوية. أصدر مفوض وزارة الدفاع بالحكومة المقترحة المهدي البرغثي أصدر قرارا يقضي بنقل تبعية ما تعرف برحبة الدروع 204 دبابات إلى وزارة الدفاع بالحكومة المقترحة، كما يقضي القرار أيضا بتكليف وحدات الكتيبة والرحبة 4 دروع بتأمين وحراسة مكتب وزارة الدفاع في بنغازي وتنفيذ أي أوامر تصدر عن البرغثي، في حين تجدر الإشارة إلى أن البرغثي يعد آمرا للكتيبة 204 التي تقاتل إلى جانب بميليشيات حفتر في بنغازي. إلى هنا مجازنا، إلى اللقاء.